تلاقي يجي لك على طول تعمل فلاش باك كده لمشهد في فيلم، وكأنه اللي انت بتتفرج عليه ده يعمل عملية استدعاء على طول لمشهد معين في فيلم. هقول لكم ايه هو الفيلم وايه الجملة الشهيرة بتاعته، بس لازم اقول لكم ايه هو الفيديو. احنا بنتكلم في العالم كله قاعد قصاد الشاشات بيتفرج على مباريات الكورة وماتشات كأس العالم. أنا بتكلم على العالم كله مبدئيا. بتكلم إنه الشعب المصري رغم إنه المنتخب المصري ما بيلعبش في قطر، لكن الشعب المصري كله حريص على مشاهدة يعني تقريبا كل الماتشات اللي بتتذاع، سواء فرق عربية أو فرق أوروبية أو إلى آخره. كورة يا جماعة، كورة يعني انت تحس كده ان الطفل من دول بيتولد والحاجة اول حاجة عارفها امه والكورة، يعني حاجة كده وشباب مصر كلها قاعدين بيتفرجوا على الماتشات. ففي ظل بقى المتعة دي والناس وجون ومش جون ومين لعب كويس والبطولة عاملة ازاي والتغيير ولا الدولة دي تراجعت لا الفريق ده تقدم، يطلع لك الشيخ يونس مخيون في ظل اللي أنا قلته ده كله، وهو رئيس مجلس شيوخ حزب النور اللي متشكل في البرلمان، يطلع لك كده فيديو ويقول لك لعب كرة القدم إهدار للوقت وإهدار للعمر والسنين وقلب للموازين وخلط للمفاهيم. مش أنا اللي بقول ده، هو وده صرف للناس عن ما ينفع في الدارين. مش بس كده، لا قال كمان إن كرة القدم هي قلب للموازين، بمعنى إن واحد وضعه الحقيقي إنه يوضع أسفل السافلين لكفره والفسقه وانحرافه، وانت بدورك، بيقول هنا بقى للمواطن المصري المسلم يعني، وانت بدورك وبمشاهدتك فانت بتخليه علم وبتخليه مشهور. فيلم الأرض محمود المليجي قال جملة عبقرية وعايزنا نكسبها. هنكسبها ازاي والناس دي موجودة وبتعمل الفيديوهات دي؟ ونكسب ازاي واحنا بندور وبنفتش بنقول هو الشباب المصري مرتبك ليه ومش عارف البوصلة فين الصح، ومش عارف ازاي يحب دينه ويحب دنياه ويشتغل ويدي ويبقى كده عنده ثبات كده واثق، ازاي ما يبقاش الشباب مرتبك والفيديوهات دي شغالة والتصريحات دي شغالة وعلى رأي محمود المليجي عايزنا نكسبها، هنكسبها ازاي؟ تعالوا نسمع الشيخ يونس. دكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، مساء الخير يا دكتور خالد. مساء النور يا فندم وتحياتي لسيادتك والمشاهدين الكرام جميعا. شكرا فندم. لعب كرة القدم إهدار للوقت وللمفاهيم وكل اللي قاله الشيخ يونس؟ يعني هو بصرف النظر طبعا عن الأشخاص، لكن أنا عايز أركز على هذه النظارة السوداء التي ينظر بها البعض إلى مثل هذه الأمور. النظارة السوداء أو الحقيقة أحيانا بتمتد إلى نظارة سوداء ينظر بها البعض إلى الحياة. كرة القدم أحد الألعاب الرياضية، والرياضة شيء معتبر محترم في الإسلام، لدرجة أننا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مارس الرياضة مع أصحابه ومارس الرياضة مع زوجه عائشة رضي الله عنها، ودي بصفة عامة كده الرياضة شيء محترم. إذن الرياضة هنا حضرتك تقصد بما فيها لعب كرة القدم؟ بما فيها لعب ولا رياضة ما عدا كرة القدم كما هو قال؟ هي مش كرة القدم، دي رياضة ولها اتحاد ومعتمدة كشأن رياضي، يعني بمعنى إن هي
تقوي الملك الجسم وكمان مش بس حكايه تقوي الجسم، لعب الكوره او هذه تطور الامر الى كون فيه خطط وفيه امور عقليه، يعني ليس فقط للجسم. وكذلك اللي بيشاهد يستطيع ان يستفيد هذا، اذا كان هو بيتكلم او اي حد بيتكلم عن اضاعه الوقت، لا نستطيع ان نستفيد عند المشاهده من عده امور كثيره، منها النظر في طريقه اللعب وكده، والاستمتاع برضو. يعني مع هذا كله بيحصل مش حرام يعني نفسه. لا ابدا، ده مش حرام، مدعو للافاده. وكذلك يعني في عده امور نلتفت ليها اصبحت واضحه، وهي ان شيء بيساعد على التعرف على الثقافات، وشيء بيساعد على التعرف بعضنا على بعض. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لتعارفوا، انا خلقناكم من ذكر وانثى، ايها الناس لتعارفوا، من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالنظاره السوداء اللي ده ننظر بيه هي التي تجعلنا متشائمين، وتجعل كثير من الشباب زي ما حضرتك قلت كده ينظر الى الامور مرتبك. من وجهه نظر ثانيه. ونرجع ندور نقول مرتبك ليه؟ ما هو طيب لا. دكتور خالد، احنا عايزين قلب الموازين. الرياضة جزء مهم جدا من سعادة الإنسان. قلب الموازين واحد وضعه الحقيقي انه يوضع اسفل السافلين لكفره وفسقه وانحرافه، وانت بدورك وبمشاهدتك تقوم تجعله علم ومشهور. هو ليه حكم عليهم مبدئيا بالكفر والفسوق، ثم ان انا اخد اسم ضمنا على ان انا بشجع ميسي او بشجع رونالدو او الى اخره؟ اول حاجه طبعا احنا بنبص للاعبين او الناس بتنظر للاعبين كونهم لاعبي كوره، هو يعني مش بينظر لهم نموذج في لعب الكوره، راجل كوره بيحب الكوره بتاعته، يعني ما تبصش ليه على انه رجل دين ولا حاجه او شيء من هذا. ثانيا وانا بتكلم هنا خلينا اكلم المشاهد وبصرف النظر عن اي شخص، بقول احنا مش بنقول احنا ليس من حقنا ان نقيم احد، ان نقيم اعتقاد احد، ليس من حقنا. خلي انشغل بما بنفسك، اشتغل بصلتك انت ايها المشاهد، ايها بصلتك انت بالله سبحانه وتعالى، وبلاش الطريقه دي في ان احنا نتجرأ على النظر في قلوب الناس والحكم على معتقداتهم بهذه الطريقة. ده يعني مش غلط في أديان هؤلاء الناس. هو احنا ديننا، هو احنا بنشوف كرة القدم بنشوف حاجة دينية، دي حاجة ممارسة. لا انا لما اقول على واحد يا دكتور، انا لما اقول على واحد انه من اسفل السافلين، هو كافر وهو فاسق وهو منحرف، وانت بدورك بتعمله نجم، هو حكم عليه بانه منطق؟ انا بس عايز افهم دي. لا ما يعني ما انا اصلا انا بحب الحاجات دي بتبقى محتاجه وضوح. السؤال ده يعني الحقيقه برضو انا اتضامن مع حضرتك مع هذا السؤال، واقول احنا لسنا حكاما على خلق الله تحكم عليه ان هو اسفل السافلين، وانه هو في مجاله. حرام دكتور خالد، دكتور خالد حرام ان انا اخد ولادي او ولادك ياخدوا ميسي قدوة ليهم، او يعني اي لاعب عالمي، يعني من في كرة القدم. ما هو المجالات كتير، وكل مجال ما هم بيعملوا ايه، ما هم بيعملوا كرة قدم. يعني لما احب لو بعدين في ناس بارزة في كرة القدم زي اللي حضرتك قلتي عليه، او محمد صلاح طبعا لازم ما ننساش الاسم المصري. لا ما هو كده دخل بقى محمد صلاح فيهم بقى، ما هو محمد صلاح بيهدر كده الوقت، محمد يعني صلاح كده بيقلب المفاهيم، ما هو برضه ده يعني جزء هذا تاني. منطق يعني منطق يسال عنه نتكلم عنه، لكن احنا بنقول لا انا بكلم بص يا دكتور خالد، دكتور خالد انا عايز اقول للشباب، انا عايز اقول للشباب من خلال دار الفتوى من خلال حضرتك، الكلام ده صح ولا غلط؟ علشان الشباب يبقى عارف. الكلام ده غلط بس كده، الكلام ده بكل وضوح غلط بس. وبقول للشباب اللي عايز ينجح في حاجه في مجال من المجالات يشوف اكتر ناس نجحوا فيها ويعرف ازاي نجحوا ويوصل لهذا الكلام. وده كلام باي مجال من المجالات، وهذا لا يتعارض مع انك انسان متدين. ده كلام محترم وبشكرك عليه دكتور خالد عمران، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.